الآن في عندي موضوع جديد اللي هو السوق الثاني، هو سوق الاحتكار، أسواق المنافسة الكاملة. نمرة واحد، سوق الاحتكار. في أسواق المنافسة الكاملة نمرة واحد، سوق الاحتكار المطلق أو التام، ممكن نسميه مطلق يعني ما فيش غير بائع واحد، أو التام ما فيش غير بائع. في عندي من صفاته إنه ببيع في السوق منتج واحد، من صفاته يبيع في السوق منتج واحد. فقط طبعا لا يسمح بدخول منتجين جدد. نمرة اثنين، انه اذا رغب المنتج بزيادة انتاجه علي تخفيض السعر والعكس. نمرة ثلاثة، إنه طبعا المنتج لا يستطيع تحديد الكمية والسعر معا، يا بحدد الكمية والسعر بعدين بتحدد لحاله، يا اما بحدد السعر وبعدين الكمية بتتحدد لحالها. في عندي أسباب تؤدي إلى الاحتكار. في عندي الاحتكار القانوني، مثل حق الاختراع او الامتياز اسمه الاحتكار القانوني. وفي عندي الاحتكار الطبيعي اللي هو طبيعة بعض المشاريع ما بتتحملش انه يكون في اكثر من منتج للسلعة، زي مثلا شركة الكهرباء ما بتتحمل يكون في شركتين عندي في الشوارع مادة اسلاك، فهنا احتكار طبيعي بسموه. وفي احتكار ثالث بسموه احتكار فعلي، انه طبيعة السلعة او الانتاج هنا يتحمل رأس مال كبير، فلا يستطيع اي شخص ان يدخل هذا المشروع، فيسمى احتكار فعلي. في بعد كده انواع الاحتكار، احتكار عام واحتكار خاص. الاحتكار العام يتولى بيع السلعة أو الخدمة شخص عام مثل الدولة أو هيئاتها العامة، أما الاحتكار الخاص يتولى بيع السلعة شخصا خاصا، سواء طبيعي الشخص أو اعتباري. الآن في عندي اللي هو الجدول. وضح لي الإيرادات الكلية والحدية والمتوسطة لسوق الاحتكار. نشوف إيش بتختلف البيانات هذه عن سوق المنافسة الكاملة. الكمية، السعر، الإيراد الكلي، الإيراد الحدي، والإيراد المتوسط. هناك في سوق المنافسة الكاملة السعر كان بيساوي الإيراد الحد، كان بيساوي الإيراد المتوسط. نشوف هنا بتساوي ولا ما بتساوي. الكمية باع مرة واحدة، باع اثنين، باع ثلاثة، باع أربعة، باع خمسة. السعر
احنا قلنا هنا ما بيستطيع المحتكر في قبل شويه انه يحدد السعر والكميه معا. اذا بده يزود الكميه المباعه بده يخفض السعر، واذا بده يخفض السعر عفوا بده يزود السعر بده يخفض الكميه المباعه. لما الكميه كانت بده يبيع واحده باع ايش؟ 9 وحدات، لما حابب يبيع اكثر بده يخفض السعر عشان يبيع اكثر، بده يبيع الوحده ب8 وهكذا. يبيع ب7 ويبيع ب6 ويبيع ب5، مش شرط التنقص واحد واحد. الإيراد الكلي عبارة عن كمية في السعر، 1 في 9 ب9، 2 في 8 ب16، 3 في 7 ب21، 4 في 6 ب24، 5 في 5 ب25. الإيراد الحدي قلنا أول حاجة شرطه عبارة عن التغير في الكلي تقسيم التغير في الكمية. التغير في الكلي 7، والكمية التغير فيها من 1 لـ2 1، يعني 7 على 1 ب7. وهنا كل التغير هنا 1، معناته هنا 16 لـ21 5، 21 لـ24 3، التغير هنا 3 من 21 لـ24، التغير هنا طبعا 1 دائما من 3 لـ4 1، ف21 لـ24 3، ومن 24 لـ25 1. المتوسط عبارة عن الكلي تقسيم الكمية، الكلي تقسيم الكمية 9 على 1 9، 16 على 2 8، 21 على 3 7، 24 على 4 6، و25 على 5 5.